انا معكم اخوتي بسمع على طول، خصوصا نحن مسيحيي الشرق هون بنضل نقول نحن اقليه، نحن اقليه، ادري شو نحن اقليه وخايفين انه اقليه. نسيتوا انه 12 تلميذ للرب يسوع برموا العالم، غيروا المسكونه، 12 تلميذ فتنوها وغيروا، غيروا الكره الارضيه كلياتها، قلبوها، كانت وثنيه، كانت ملحده، جعلوها تكون الكرة الأرضية هي للرب. 12 واحد، ونحن اليوم نقول عن حالنا قلال، 12 واحد، نحن عددنا أكثر من 12. بس رح لكم شغلة، لو كنا ملايين بدون الرب يسوع، بدون إيماننا بالرب يسوع، بدون كنيستنا، نحن أقلية. لو كنا ملايين، إذا ما كان عندنا إيمان وما كنا حاملين الرب يسوع بقلبنا، بنكون أقلية. وإذا كنا بس اثنين شخصين حاملين الرب يسوع بقلبنا وعم نبشر فيه، عم نصلي للرب يسوع، منكون قد الدنيا كلها. اثنين منكون عددنا ملايين، قد الملايين كلياتهم. اثنين حاملين بقلبهم الرب يسوع وماشيين عم يبشروا قد المسكونة كلها. ما تخافوا وتذكروا 12 واحد غيروا وجه الكون. والله معكم.